هلا، راح اسوي زلاطه مال التونه. راح ابدي باربع خيارات، راح اقصقصهم ناعم، 2 طماطات، 1 بصل احمر، انا عندي 2 سيرانو بيبر، الفلفل حار، فوتيه واحده مال الذره لا تنسون تغسلوها، 5 قطع مال سيلري هم راح اقصقصهم ناعم. راح اضيف باقة كاملة مع الكزبرة، إذا ما يعجبكم كزبرة تقدرون تحطون معدنوس. راح نعصر 1 ليمون، ملعقة ونص صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود. هنا أنا عندي قواتي مع التونة، أشتريهم أني من كوسكو، بس راح أضيف 2، كل وحدة قوتية بيها 6 أونسز. من فتحوها بس طلعوا المي معها، ذبوه وتقدرون تضيفوها وتقدرون تستعملون اي تونه اللي يعجبكم، مو الا هاي. بس راح اضيف التونه. اخر شي راح احط 3 ملاعق كبار مع المايونيز، هاي 1 وهاي 3. راح نبدي نخلط. اعتقد راي اللي هاي طاوة اكبر، بس اوكي راح اسويها هنا. السلطة هواية طيبة راح تكون لهسه، السمر جاي. خلصت اقلبها، بس باع المنظر هواية هواية طلعت طيبة. هواية طيبة. إذا ما يعجبكم تاكلون شيبس تاكلون. أريد هم أجربها بوحدها. فعلا تخبل، لازم تجربوها وإن شاء الله تعجبكم.